السؤال السادس، بارك الله فيكم، يكثر في هذا الزمان طلب الصدقات في المساجد والشوارع، فهل يجوز أن نتصدق على هؤلاء مع عدم علمنا بصدقهم وكذبهم؟ مسألة يجوز يجوز، لكن الأفضل، لكن الأفضل بارك الله فيك أنك تتصدق على من هو عفيف متعفف وهو محتاج، وأنت تعرف أنه محتاج تتصدق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير أو ليس المسكين الذي ترده اللقمة اللقمتان والتمرة التمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له. فإذا كان الشخص مثلا يدفع هؤلاء السائلين بشيء من بشيء يسير من المال لا بأس، إلا أن يرى حال السائل. بعض الأحيان قد تعرف من حال السائل صدقه أو تعرف كذبه فتتركه. والله المستعان.